ولكن عندنا الوعد القرآني بالنصر كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقوله في الدعاء: إنك أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تشرد من آويته، أو تبعد من أدنيته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وكذلك قوله: العاقبة للمتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك كثير. وهذه الوعود غير موجودة لغيرنا ولا تتمثل لسوانا، وإنما يتمثل لهم الظلم والشيطان، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي إلهيون ومتقون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. شنو كانت النتيجة؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. زين. وأما إذا كان الفرد مناوئا للحق ومعارضا لعزة الدين والمذهب، فسيكون مشمولا لقوله تعالى أيضا بعد تلك الآيات مباشرة: وقلت لكم بأن القرآن كله له معاني على طول الأجيال، جل جلال الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتكلم، معانيه لا متناهية، لأنه هو لا متناهي جل جلاله. فإذا كان الفرد مناوئا للحق ومعارضا لعزة الدين والمذهب، فسيكون مشمولا لقوله تعالى بعد تلك الآيات مباشرة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى المتكبرين.